الموتور المحرك 100% ألجيريا. واش من المحرك قد ما هذا المحرك يا خويا؟ والله والله غير حيرتنا. هاني فركت وين المحرك يا خويا؟ الروض شفناها، الروض هم باينين صح، الكراسة باينين، يرحم والديكم. وين هو المحرك؟ لورا ما كانش القدام، كان شفت غير ديزامورتيسور انا الله اعلم. وين المحرك يا خويا؟ لك حديد كبيرة من تحت نقولوا سيدي علي دودانت يعنى فهمت وين المحرك. السلام عليكم خوتي العزاز، مرحبا بكم في هذه الحلقة جديدة. كنتمنى باش تكونوا بخير ودوصونا لكم مزيان. في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا واحد الصحفي جزائري مطلع على النظام الجزائري. الجزائر خوتي العزاز كتصنع واحد السيارة وكتحدى العالم. هاد السيارة هادي ما فيها لا بيبان ولا موتور. المهم خوتي العزاز موت نتاع الضحك مع هاد الصحفي الجزائري، ما غاديش ندخل معكم في التفاصيل، غادي نخليكم نتوما اللي غادي تفرجوا وتحكموا وتعطيوني الاراء ديالكم في خانة التعليقات. ما تبخلوش علينا خوتي العزاز بلايك، لان اللايك ديالكم هي اللي كتخلي الفيديو يطلع باش يوصل لجميع المغاربة وجميع العرب في جميع انحاء العالم. يلا نشوفوا الحلقة ونتلاقاو في النهاية. ولكن en parlant de justement technologie ou العلم، الجزائر تتحدى العالم بسياره كي نقولوا الجزائر نحكيوا على السلطه، لانه بلادنا احنا نحترموها مع ان انا مشكل، لكن السلطه تاعنا راهي الجزائريه تتحدى العالم بسياره جديده. هذه السياره قالك فواتور الكتريك، هذه هي يا خالتي، راك تشوفوا يعني الانجاز سبحان الله. يعني انا كي شفتها قلت يزي، قلت هذوك اللي يلعبوا في الفيسبوك يحبوا يديروا دي مونتاج هكا باش يضحكوا هكا، ف والله كاينه منها صح يا اخي. لما شفت الصوره اللي وراها، شفت الوزير تاع التعليم العالي اللي جابوه راكب في السياره وفي المخترعين مع المخترعين وراكبين فيها صح. وزير التعليم العالي يعطي اشاره تصنيع سياره كهربائيه 100% جزائريه. صدق او لا تصدق 100%؟ ديجا هي كي تلمها ما فيهاش 100%، هي ديجا واش الباب الجيريا والطوا الجيريا زيد ولا لا الدروا لا الجوش كلش الجيريا. لا واش يعني التروفيزور لا واش كاين الاخر ريزرفوار ليزامورتيسور ما كانش، اي بس حب الجيريا. يعني راكم قلبوا ربي يا خالتي، ما كان لها نروح نجيب الفيديوهات تاع تركيا يا جماعه باش ما نبهدلوش ولا نشوفوا اللي خرج ديجا. ولكن انا مالغري سا وشفت الفيديو ورحت القناه يعني النهار وشفت السيد، قلت بالك يا ولدي غالطين، بالك قاعد يجرب بركه في حاجه بروتوتيب واحد اخر، في ما عنباليش انا في هذيك اللي باش طوندوز الكتريك هذيك ولا عفسه هكا، من المحال تكون سياره. فلقيت الفيديو وها واش يقول فيه. تفضل خويا المخرج. لا يمكنني تحديد الزمن، بعد العيد إن شاء الله ستحدد المدة لإنجاز هذا النموذج الأولي المكتمل في مخابر مركز البحث في التكنولوجيا الصناعية. بطبيعة الحال لأن الهيكل أنجز 100%، البطارية أنجزت 100%، المحرك في إطار الإنجاز والتحكم في إطار الإنجاز. بطبيعة الحال نحن نقدم نموذج مكتمل للصناعات للشركات المصنعة، والشركات المصنعة هي التي ستصنع السيارة الكهربائية فيما بعد. سيد الوزير على سيحدد بعد العيد إن شاء الله. بعد العيد ان شاء الله. واش بعد العيد؟ بعد العيد حننجزوا النموذج. واش لا الموتور 100% الجيريان؟ وانا موتور الشيخ، انت شفتوا موتور في سياره؟ وجيت والله خويا المخكون يقدر يحط لي الصوره. والله موتور واش من الموتور؟ يعني الموتور المحرك 100% الجيريان. واش من المحرك قد ما هذا المحرك يا خويا؟ والله والله غير حيرتنا. هاني فركت وين المحرك يا خويا؟ الروض شفناها، الروض هم باينين صح، الكراسة باينين، يرحم والديكم. وين هو المحرك؟ لورا ما كانش القدام، كان شفت غير ديزامورتيسور انا الله اعلم. وين المحرك يا خاوتي؟ بلاكة حديد كبيرة من تحت نقولوا سيدي علي دودانت يعنى فهمت وين المحرك؟ تسمى واش من سيارة يعني هذه قد يعني؟ هل هذه سيارة ولا مش دريزيان ولا تروتينات؟ هذه يجي عليها وزير
ويمد عليها مواعيد بعد العيد إن شاء الله سننطلق في إنجاز أول سيارة 100% جزائري. شوفوا يا خوتي يبحثوا على أي حاجة برك باش يصوروا بعدها. بكري كانوا يصوروا قدام بيسين دشناها، صوروا قدام حنفية تتم تدشين حنفية، فجاتهم هذه سيارة يا سيارة. قولوا يا ولدي ما تبهدلش بينا، صحيح الجزائريين عنهم في الراس، كان يا ولدي نعرف يعني رم يخدموا، كان واحد يخدم في كندا راهو تسمى هو اللي يخدم بعد يعني نقول لك دي موتور اللي يخدموهم اللي يديهم لا نازا. تكنولوجيا في الراس الجزائري راهي كاينه، لكن معاكم يا مسؤولين في والله الانسان عاد يعجز. سما احتراماتنا، انا نحترم العقل الجزائري والابداع الجزائري، كاينين راهم كل في الشركات البرة، لكن تمسخروا بالمواطن الجزائري تقول له هذه سياره يعني معليش ساعات تشوف هكا وتحشم هكا تقول والله غير كون غير ما هدرتش عليها، هدرت عليها وتمتني ما عندي ما راح نقول يعني راك سي ان بروتوتيب اللي يمشي. نعم يمشي كيما تشري، ما عنباليش انا كواد ولا اي حاجه تلقاها ولا تشراها دي في بوطه وتمونطيها في اوروبا، يعطيك المفاتيح يقول لك هاي شراها لولدك صغير في النوال وانت تمونطيها تك 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 وتحطها له وهو يمشي بها. يمكن جوي قول لي للسياحه قول لي، ما تقوليش سياره راك عم بالك سياره تسمى عنباليش انا، تصدق ولا تصدق. لا علينا ان توكا الف مبروك، هذه ندخلوها في اطار الاخبار الساره. جون بقسنطينه راح صور الدار تاع بنو باديس، شفتها في انترنت حرت، قلت يا خوتي هل هذه صحيح ولا ما كانش من، هل هكذا نكرم المعالم تاعنا، هل هكذا نكرم الشيوخ، هل هكذا نكرم رموز هذه الدوله؟ نشوفوا هذاك الفيديو. تفضل خويا المخرج. السلام عليكم خوتي، أنا في قسنطينة، الله يبارك دار العلامة بن باديس، راهي رابت خلاص. شو راهي كنز عظيم، نورمالمون هادي تاني تريق يخدموها. لا مع عبد الحميد بن باديس ربي يرحمه، راكم تشوفوا كان بقى يحط الكتابات هنايا، راهي من التراث القديم، راهي مهملة خلاص. شوف زي ما ولدت ان شاء الله ترمم برك. هذا كان هذا هو الفيديو خوتي الاعزاء، كنتمنى باش تكونوا ضحكتوا فيه شي شويه مع الصحفي الجزائري صراحه اللي بهدل لي النظام الجزائري، وكيقول لك سيدي بانهم صنعوا سياره فاخره وكما كيقولوا هما سياره 100% جزائريه. المهم خوتي الاعزاء هذا النظام هذا صافي مشى فيها، ما غاديش نطول عليكم خوتي الاعزاء، غادي نخليكم حتى الحلقه اخرى ان شاء الله. ديما المغرب والصحراء مغربيه. السلام عليكم.